يسعد صباحكم مشاهدينا وأطيب تحياتنا لكم وين ما كنتوا عم بتابعونا بمختلف أنحاء العالم. ببداية حلقتنا بدي أشكر كل اللي عم بيتواصلوا معنا بشكل مستمر عبر جميع وسائل التواصل الاجتماعي، الفيسبوك، الانستغرام، ويب سايت الام تي في وتويتر. بنعرف أنه الوقت محدود ومسؤولياتكم كثيرة، ولكن بالرغم من هالشي عم تاخذوا من وقتكم حتى تشاركونا أفكاركم وتعطونا ملاحظاتكم إن كانت إيجابية أم سلبية. رأيكم بهمنا كثير، كونوا أكيدين بهالشي، ونحن دائما بننطر ارائكم عبر هالوسائل للتواصل الاجتماعي. ونحن اكيد بي ام تي في لايف بنشكر الوقت اللي بتقضوه معنا ببدايه هالنهار. بنعرف كمان انه وقتكم محدود ويمكن مسؤولياتكم ما بتسمح انه تتابعوا كل الامور اللي بتحبوها، لهالسبب بنحاول نخلي كل حلقه من برنامجنا انه تكون غنيه بكل المواضيع اللي ممكن تحبوها واللي اكيد بتحبوها واللي ممكن تستفيدوا منها. يمكن هيدا اهم شيء عم نقدمه لمشاهدينا اللي عايشين خارج لبنان، عم نكون صلة الوصل بينكم وبين بلدكم. كل شيء حلو عم بيصير بالمجتمع عم ننقلكم يا على قلب بيوتكم وين ما كنتم موجودين بالعالم. حلقة غنية من ام تي في لايف راح ابديها هلا مع زميلتي تينا. صباح رولا، جود مورنينج، كيفك اليوم؟ ركتب ركض. هلا بنبلش نتنفس بس نبدا بالحلقه، بنقلع الاكيب كله بيكون موجود بيستقبلنا بابتسامه حلوه، هيك بنجدد النشاط. قد ما كنا مستعجلين، قد ما كنا مش قادرين ناخذ نفس، هلا ننطلق. هيدا الستريس بفيد كمان هيك، عرفتي، بيعمل بوش شوي. لا ما في مشكله. اليوم اخبار منوعه من لبنان والعالم ضمن اب تو ديت، بالاضافه لكل الفقرات اللي تعودوا عليها كل نهار، ثلاثه فقرات ثابته وكمان وجوه بيحبوها، وجوه مطلين توصل على الاستوديو. شو عندك تخبرينا عن فقراتك؟ كل ثلاثه رولا عم بتكون معنا رندا فهد بي ايت سمارت، ومخصصه هي الثلاثه تتحكي عن ماكولات وايمات بتجيب مع اشياء هيك بنشاركهم مع مشاهدينا. لكن هلا بغرفه الميك اب ما شفت شيء بايدها، فاليوم تنشوف. لكن اليوم رح تحكي عن الكينوا، الكينوا المالح والكينوا الحلو، فهيك بنعطي افكار جديده للمشاهدين. بنعرف انه الكينوا كثير غني بالبروتين، فرح نشوف كيف بتدخله بالمأكولات رندا. ولكن كينوا حلو اول مره؟ كينوا حلو جربتيه بالحلويات؟ باب الحشريه لازم نشوف كيف ممكن ندخله بطريقه ديزرتس او حلو. راح يكون معي جاد بالكوكينج اليوم، راح نعمل شيء كثير بسيط بس انا اكيد بضل في عنده هيك حركه بالوصفات. امبارح عمل اوبن فيس ساندويتشز، وحسب ما فهمت منه كنت عم بحضر اليوم مكفيين بنفس الموضوع، اثنين ثلاثة أربعة كمان اوبن فيس ساندويتشز، ولكن اليوم راح نكون اوبن فيس ساندويتش على اللبناني. على اللبناني واكيد على ذوق جات، فشو ما عمل من ايديه كل شيء طيب، بالاضافه لفقرات جديده كمان ومواضيع من عده مجالات، ضيوف من عده مجالات رح يشاركونا خبراتهم وكل التجارب اللي عاشوها. هيدي كانت لمحه عن بعض فقرات حلقتنا اليوم مشاهدينا، خليكم معنا، رح ناخذ استراحه قصيره ونرجع انا وتينا بفقره اب تو ديت، خليكم معنا. اب تو ديت واخبار اخترنا لكم اياها لبنان من لبنان والعالم مشاهدينا. اول خبر عن الانتخابات القادمه، الطيران نحو الطلاق الانتخابي، كلنا ناطرين حتى نشوف مين رح يتحالف مع مين بالانتخابات. في مفاجات عم بتصير وبتصور مفاجات اكبر ناطرتنا. حزب الله وحركه امل اول فريقين بيعلنوا تحالفهم ومرشحيهم بالدوائر كلها. بهالوقت مشاهدينا بتتوجه كل الانظار لتيار المستقبل، الفريق الوحيد اللي بعد ما اعلن حتى اليوم اسماء اي من مرشحيه. وأكدت مصادر مطلعة أن تيار المستقبل عم يدرس جديا عدم التحالف مع حدا بمعظم الدوائر، لأنه وحده بيملك الحاصل الكافي بغالبية الدوائر، وأي تحالف رح يكون على حسابه لصالح حلفائه. ومن أسباب عدم رغبة المستقبل بإجراء التحالفات مسألتين: عدم إحراج جمهوره خاصة إذا ما تحالف مع التيار الوطني الحر، وعدم القدرة على التحكم بإدارة الصوت التفضيلي. فإذا كانت اللائحة زرقاء صافية مش مهم مين رح يفوز، لأنه رح يكون حكما للأزرق كليا. وبهالمعلومات جراء هالاستراتيجية عادت الحرارة على خط التحالف بين حزب الله والتيار الوطني الحر، اللي يحتاط بأكثر من دائرة لرفع نسبة الحاصل الانتخابي مستند على الصوت الشيعي بعد خسارة الصوت السني المستقبلي.
فهل راح يعملها الرئيس الحريري ويغرد لوحده بالانتخابات القادمه وينتهي من احراج التحالفات محليا واقليميا ويشد عصبه السني؟ هذا السؤال اللي عم ينطرح حاليا من قبل مصادر مطلعه، وناطرين تنشوف شو راح يصير بهالكم يوم المقبلين. انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المذيعة الشهيرة أوبرا وينفري بسبب فقرة من برنامج 60 مينتس اللي تعرضه قناة CBS. فبعد ما أدارت وينفري نقاش مع 14 ناخب من الجمهوريين الديمقراطيين والمستقلين من مدينة جراند رابيدز بولاية ميشيغان، تناول عدد كبير من المواضيع حول العام الأول من حكم ترامب. علق ترامب على تويتر وقال أنه أنا حضرتها لأوبرا وينفري اللي بتعاني من شعور قوي بعدم الأمان أو الانسيكوريتيز، والأسئلة اللي كانت منحازة والحقائق مغلوطة، وبتأمل أنه تخوض وينفري الانتخابات حتى تنكشف وتهزم مثل كل الآخرين. ولكن سبق وأكدت أوبرا وينفري للعديد من وسائل الإعلام أنه ما رح تخوض انتخابات الرئاسة. دوماج ما رح تخوض. للأسف هذه رغبة وحلم جزء كبير من الشعب الأمريكي. عندها شعبية كبيرة أوبرا، كتير كبيرة، وخاصة بعد الطلة اللي طلت فيها بآخر توزيع حفل جوائز، كتير مهم، وعملت سبيتش ما بينتسى خاصة بعد ترامب. ونعرف رأي الجمهور الأمريكي بترامب. وفي شيء بعلم النفس تينا اسمه projection. projection لما بكون عندك أنت اضطراب أو مشكلة نفسية وتعكسيها على الآخرين، بتصور بها التصريح هيك عم بيعمل السيدة ترامب بي أوبرا وينفري. ما بصدق الجرأة لوين. فيلم 3 بيلبوردز والأسود بيهيمنوا على حفل توزيع جوائز البافتا الشهير. حصد فيلم 3 بيلبوردز أوتسايد أبينغ ميزوري 5 جوائز خلال حفل توزيع البافتا السينمائية البريطانية اللي قدم دعم قوي لحملة محاربة التحرش الجنسي اللي عم تشهدها هوليوود حاليا. وفاز الفيلم اللي بتدور أحداثه حول حملة بتشنة أم فقدت بنتها للوصول للعدالة جوائز أفضل فيلم وأفضل سيناريو، ونالت بطلة هالفيلم فرانسيس ماكدورماند، كتير بحبها، ممثلة رائعة، جائزة أفضل ممثلة، وحاز سام روكويل جائزة أفضل ممثل بدور سنوي. أما الفيلم الخيالي The Shape of Water للمخرج المكسيكي غييرمو ديل تورو ففاز بثلاث جوائز ضمن البافتا كمان. وفاز الممثل الشهير كمان غاري أولدمان بجائزة أفضل ممثل عن تأديته دور وينستون تشرشل بفيلم Darkest Hour، وفاز هالفيلم كمان بجائزة أفضل مكياج. وحضرت قضية التحرش الجنسي خلال الحفل بقوة مثل ما قلت قبل شوي. أتت غالبية النجمات إلى الحفل لابسين فساتين سوداء رائعة أكيد لدعم هالحملة، ممثلات جميلات جدا مثل جينيفر لورنس، سلمى حايك، أنجلينا جولي وغيرهم، لدعم حملة تايمز أب لمحاربة العنف الجنسي. ودعم نحو 200 من نجوم بريطانيا وإيرلندا صندوق جديد لمساعدة النساء على مواجهة التحرش والانتهاكات الجنسية بالأماكن العامة، ومنهم أكيد الممثلة البريطانية أما واتسون اللي قدمت مبلغ كتير كبير لهالصندوق 1.4 مليون دولار. فكتير مأمنين بهالقضية، والظاهر أنه هي كمان عانت شوية لتقدم مبلغ هالقد كبير، فأكيد منحييهم على هالمبادرات. رح ننتقل لتايلاند. رولا قال مدير صندوق للدفاع عن النشطاء الحقوقيين بتايلاند انه لوحه شخصيه لاحد منتقدي وينين العيب بالذات الملكيه انباعت باكثر من 6000 دولار بمزيد على الانترنت، وانه المبلغ رح يروح لهالصندوق. بيطبق بتايلاند وينين العيب بالذات الملكيه بصرامه، وبتوصل عقوبه المدينين فيها الى السجن، وبيوصلوا ل 15 سنه تقريبا من الاتهام. تقريبا 94 شخص على الأقل خضعوا للمحاكمة من استيلاء الجيش، من وقت استيلاء الجيش على السلطة بانقلاب سنة 2014، واضطر 20 شخص على الأقل للعيش بالمنفى ليتفادوا هالاتهامات. أما اللوحة الكاريكاتورية للناشط والأكاديمي التايلاندي سومساك جيمتي راساكول يلي اضطر أنه يهرب من البلاد سنة 2014 ليتفادى اتهامات بالعيب بالذات الملكية، فانباعت بمبلغ 6745 دولار بعد ما زاد على موقع فيسبوك
استمر 8 ساعات. كل شيء ممنوع، كل شيء ممنوع مرغوب، يعني لما الدولة بتطلع بقرار بمنع او حذف شيء بصير الشعب عم بيطالب فيه اكثر، عنده حشريه اكثر تيعرف شو هو هالامر اللي ما بدها اياه الحكومه. حتى في اشخاص عم بيتركوا البلد يعني حتى تيتهربوا من هالقانون الصارم، ولكن عم بيقدروا يعبروا عبر هالوسائل عن موقفهم وين ما كانوا موجودين بالعالم. الكنايس الله يساعد هالكنايس شو عم بيصير فيهم بهالايام؟ بالعقود الماضيه سمعنا انه بعض الكنايس حولوهم لنايت كلابز، ملاهي ليليه ببعض الدول، اليوم عم بيستعملوا الكنايس حتى يقووا بث الانترنت، بث الانترنت من ابراج الكنايس. اعلن مصدر رسمي انه راح يستخدموا ابراج الكنايس ببريطانيا لدعم بث الهواتف النقاله والاتصال اللاسلكي بالانترنت وفق اتفاق بين الحكومه والكنيسه الانجليكانيه. وقال وزير الثقافة والإعلام البريطاني مات هانكوك أنه الاتفاق مع الكنيسة بينص على استخدام مبنى من القرن الخامس عشر ليساعد في تهيئة بريطانيا للمستقبل. وبتمتلك الكنيسة الأنجليكانية 16 ألف كنيسة، 65% منها تقريبا بمناطق ريفية، وهالشي بيجعلها مثالية لها الغرض أو لها الحاجة. وقال أسقف شلمسفورد في جنوب شرق إنجلترا أنه تشجيع الكنائس على تحسين الاتصال بالإنترنت بيساهم بحل مسألتين هن من الأكبر بالمناطق الريفية، وهالمسألتين هن العزلة والاستدامة. فهون عم بيحاولوا يحلوا مشاكل عملية للشعب البريطاني الموجود بالمناطق الريفية، والظاهر أنه أكيد في مناطق ريفية كثيرة مش عم تقدر توصل للإنترنت أو الإنترنت ضعيف فيها، فللأسف رح يضطروا يستخدموا بعض أبراج الكنائس. هلأ بعدها شغلة منيحة مقبولة، منيحة، ولكن ضروري كنايس عمرها 600-700 سنة، يعني تعتبر معالم أثرية ومعالم دينية. بس كمان معناها قد في كنايس عم يخسروا قيمتهم الدينية بكثير من بلدان أوروبا. صح، يعني حتى نحن وعم نصلي لازم يكون وصلنا ذبذبات أو ننأذى من الإنترنت، أنا ضد هالشيء، فيا ريت بلاقوا حل ثاني. وبتفاجئ كيف الشعب البريطاني تنع هالقد قوة السوشيال ميديا، أنه بين أنه كمان كمان يحافظوا أو يبعدوا الشق الديني عن كل الأمور الحياتية أو العملية، اختاروا أنه يقوي الإنترنت على حساب أبراج الكنايس. القرار لإلهم. صورة اليوم، صورتنا اليوم من البقاع. واو، عم اشوف الثلج على العالي، لقطة كثير حلوة. طقسنا اليوم أحسن من هالصورة شوي، هون مبينة في غيوم وخطيطة. صح، غيم جزئيا، الحرارة بتوصل لل 19، ولكن مبين إنه رح يكون في شتاء يمكن آخر الأسبوع. قالوا هاليومين، ما بعرف هاليومين. في عاصفة قادمة هلا للخميس، المناطق الجبلية مبسوطين انه في عاصفة هيك تقوى شوي. امبارح كنت انا بفرنجا كان في ثلج ولكن منه كيف كنت انت يا هالويكاند؟ امبارح كنت، صح امبارح كنت انا، كنت على الويكاند بس ما لحقنا كثير. كان في ثلج، كان في عاصفة، طلعنا بعز العاصفة وكانت اجواء رائعة. ان شاء الله الاسبوع القادم يكون افضل لكل محبي التزلج. هيدي كانت اب تو ديت مشاهدينا، رح ناخذ بريك قصير ومنكمل حلقتنا. خليكم برفقتنا.